السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. معنا اليوم منتج جديد مقدم من مؤسسة العجيب والغريب التجارية. المنتج عبارة عن أقلام 3D، سواء نوع إلكتروني أو نوع عادي. طبعا القلم هذا، أو إيش هو قلم 3D؟ هو قلم يتيح لك ترسم مجسمات ثلاثية الأبعاد، يعني لها أبعاد ثلاثة. مثلا تقدر رسمة ترسم تقدر تمسكها بيدك، تقدر تلعب فيها، تقدر تحركها، تقدر تصلح فيها شيء اللي تبيه. ما هذا الشيء يخليك ترسم مجسم انت بيت، او ترسم بيت او لعبه اطفالك، او اطفالك يرسمون العاب لهم يبدون يلعبون فيها بشكل طبيعي، كانها اي لعبه عاديه مصنوعه من البلاستيك. طبعا القلم يتوفر منه الوان كثيره حتى تنوع عند الاشكال والرسومات. يتوفر منه، ذكرنا نوعين، نوع بشاشه ال سي دي لتوضيح البيانات المرفقه بالقلم، ونوع عادي شبكه مباشره تقدر تشتغل فيه. طبعا طريقه عمل القلم جدا سهله، فقط انك تفتح القلم وتدخل البلاستيك الخاص بالقلم داخل القلم. طبعا البلاستيك بأسعار جدا رمزيه، يعني زي المجموعه هذه كامله تقريبا حدود 30 ريال، تكفي لرسوم رسومات كثيره جدا. طبعا طريقه عمل القلم بالضغط على زر القلم الموضح، القلم ثم بعدها يبدا القلم يكتب معك. طبعا ننتظر الان هنا درجه الحراره تتوافق مع الدرجه المطلوبه حتى يبدا القلم بالعمل. طبعا تقدر تحكم درجه حراره القلم، تبغيتها 100، 120، 200 مئوية، على حسب راحتك، على حسب حاجتك واحتياجك. وبرضه يمديك تتحكم بسرعة القلم، مثلا سرعة إخراج الحبر سريع أو بطيء. مثلا كان أطفال صغار يستخدمون القلم يقدرون يستخدمونه بكل أريحية وسهولة، أو مثلا الكبار يرسمونه برضه بكل سهولة وأريحية. فالآن نبدأ تشغيل القلم. وضع عندك، بدأ عندك هنا السائل أو البلاستيك اللي يبدأ بالنزول. نبدأ نجرب رسمة معينة. الآن مثلا نرسم مربع، عند رسمنا مش حالك. نبدأ معكم الآن تبدأ قوائم المربع، يعني كذا الحين أنا بدأت أرسم قوائم المربع ثابتة عالقة بالهواء. طبعا في مقطع إن شاء الله يكون مرفق آخر الفيديو يوضح طريقة استخدام القلم بشكل جيد، يعني الناس يرسمون أفضل منها، وهذا شيء يخرج مع التعود. هذا الآن هناك شكل تقريبا شبه مكعب، إذا واضح لكم في المقطع الصورة. انا اقدر اني اعبي الفراغات هذه هنا، اعبيها وش عندي مكعب حقيقي اقدر اخذه وافكه والعب فيه على مزاجي. هذا هو مكعب الان في يدي، اقدر اتحكم فيه واحركه على مزاجي، اقدر اعبيه واسمك الحبر اللي فيه ويصير بشكل جيد جدا وممتاز. طبعا مثل ما قلنا اخر المقطع في فيديو رسومات جيده للقلم نفسه. طبعا القلم بجودة عالية جدا وضمان مدة سنتين من نفس المؤسسة. أسعار القلم النوع العادي ب190 ريال، والنوع الإلكتروني ب290 ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب المؤسسة 050-8654-665.